السلام عليكم. موضوع تاني نتكلم فيه، فكرة تانية، هي يمكن فكرة فلسفية شوية بس احنا بنحتاجها، وهي بتفرق معانا في الشغل. اي نعم، يعني احنا اطباء، بس انتوا عارفين الطبيب النفسي واقف رجل في الفلسفة ورجل في الطب، زي ما اتكلمنا على الكيو تي، او هنتكلم بعد كده على الحاجات التانية زي البرولاكتين والاكاثيزيا والحاجات الغريبة دي. لازم نتكلم على الفكرة اللي احنا تقريبا بنبني عليها كل الشغل في السيكاتري، والفكرة ديت هي اول واحد تتكلم عنها ياسبرز. طبعا انت عارفين كارل ياسبرز هو طبيب نفسي وبيعتبر فيلسوف، هو طبيب نفسي وفيلسوف ألماني، توفي سنة 61. هو أول واحد اتكلم عن الفكرة دي، وإحنا يعني بنعتبر كارل ياسبرز هو أبو السايكوباثولوجي، أو اللي هو الأداة الوحيدة اللي إحنا بنشتغل بيها، إحنا معناش غيرها. يعني أطباء النيورو بيعملوا نيورو إكزامينيشن، أطباء القلب عندهم الإيكو وعندهم الفيزيكال إكزامينيشن. إحنا دايما ما عندناش حاجة بنشتغل بيها غير السايكوباثولوجي او الفينومينولوجيكال سايكوباثولوجي اللي وصفه ياسبرز. الفكره المحوريه عند ياسبرز، بغض النظر بقى صح ولا لا، لان اي كلام انا هقوله جاي هو كلام كله كونتروفيرشال، كلام فلسفي، بس هي الفكره اللي عرضها واللي هي مأثره فينا لحد كبير لغايه دلوقتي، هي فكره الانكومبريهنسابيلتي او فكره الان اندرستاندابيلتي او فكره النون اندرستاندابيلتي. ان في حاجتين اساسيتين، في حاجه اسمها understanding. الاندرستاندينج غالبا بيكون راشنال. ليه مريض الكبد ما يقدرش يقوم يجري مثلا او يعمل نشاط؟ في راشنال عندنا ان الكبد ده عامل 1 2 3 4 في الجسم، فبالتالي عنده فتيج ما يقدرش يقوم يعمل كده. ليه مريض الدبريشن مش قادر يقوم يعمل كده وعنده فتيج؟ احنا مش عارفين. ليه مريض السكيزوفرينيا بتجيله الفكره البارانويد ان فلان بيفكر فيه وعايز يأذيه او كده؟ احنا مش عارفين. فهنا ياسبرز قدم الفكرة بتاعت الامباثيك اندرستاندينج. الامباثيك اندرستاندينج يعني هتفهم اللوجيك بتاع العيان من وجهة نظره هو، يعني انت ما عندكش اي مصدر تاني تفهم بيه العيان والاكسبيرينس بتاعته غير العيان، ما عندكش اي مصدر تاني، فبالتالي انت داخل على العيان ما عندكش اي supposed idea. والفكرة دي لما وصفها ياسبرز سماها pre-suppositionless، يعني انت ما عندكش اي بري سبوزيشن. طب انا ليه بقول الكلام الفلسفي والمكعبل ده؟ لان طبعا دلوقتي مع الكلاسيفيكيشنز والدي اس ام والكلام ده، الحاجات دي بتطبع دماغ الدكاتره، وعشان كده الامريكان كل اطباء او اغلبهم اللي انا قابلتهم لما بقعد اتكلم معاهم ما عندهمش فكره عن الفينومينولوجيكال سايكوباثولوجي. ده بالنسبه لهم نوع من الهراء والدجل والشعوذه، ملوش حاجه، ملهاش اي 30 لازمه. يعني هو في الاخر انت عندك كرايتيريا تمشي عليها، 1 2 3 تشيك ليست، ديلوجن هالوسينيشن ديب بالسلامه. ما عندهمش التركيز بتاع الفينومينولوجيكال سايكوباثولوجي اللي هو بيفرق بين الفورم والكونتنت، والفورم هي الاهم، وان الفورم ده في الاخر كله بيعبر عن حاجه واحده. انا ممكن يكون عندي البارانويد ايديشن اطلعها في فورم بتاع ديلوجن، اطلعها في فورم بتاع هالوسينيشن، اطلعها في فورم بتاع اجريشن. كل الكونسبت ده مش عندهم، وده مش موضوعنا دلوقتي، بس احنا عارفين ان الفكرة دي لما اسسها ياسبرز انتشرت في حتت كتير وورثها ناس كتير، وطبعا عارفين اندرو سيمز لخص الكلام ده كله في الكتاب بتاعه. فالفكرة ان انت عايز تعمل empathic understanding للعيان، لازم تتخلص من اي presupposed idea انه مثلا مريض الدبريشن مفروض يشتكي من 1 2 3. وطبعا حتى مع الوقت كلاسيفيكيشنز اللي فيها كرايتيريا واللي دمرت تفكير الدكاتره في حتت كثيره من العالم زي امريكا، بتتراجع عن الاتيتيود ده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم مره فاتت، لو مسكت السبيسيفايرز بتاعه الدبريشن اللي موجوده في الدي اس ام 5، سلام عليكم، يعني فيها كل حاجه، فيها سايكوزز، فيها انكزايتي، فيها اتيبيكال، فيها ويت جين، فيها بتنجان، فيها كاتات، فيها كل حاجه. يعني في الاخر ما حدش عارف ايه الدبريشن، فبالتالي هو بيضرب التسعة كريتيريا اللي هو وصفهم فهو ضربهم تحت. يعني هو لما يحط فوق تسعة كريتيريا depressive episode، وبعد كده يقول لك دي ممكن تكون melancholic، ممكن تكون catatonic، ممكن تكون، خلاص سلام عليكم، يبقى انت مش عارف حاجة اصلا. وده الكلام اللي قاله ياسبرز من زمان، اللي احنا مش عارفين حاجة. احنا نحاول نفهم empathic understanding من وجهة نظر عين. انا ما عنديش rational understanding للdepression،
او السايكوسيس او حتى السوشيال فوبيا، انا بحاول افهم العين. فبالتالي الانكومبريهنسابيلتي اللي حطها ياسبر هي ethical attitude، احنا ما نقدرش نتخلى عنه مع العين. لو اتخلينا عنه يبقى احنا ناس unethical، يبقى احنا ناس بالاخر زي ما الكلمه اللي كنا كلنا بنقولها في المرور لما نبقى مش فاهمين، اقول لك احنا بنلبس عين التشخيص، بنلبسه التشخيص. مش انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، البس بقى التشخيص اللي مكتوب في DSM. وعشان كده الناس اللي جربت يعني وجربنا الكلام ده زمان يمشي على الكراتيريا مظبوط ما بتطلعش عيان صح، هيطلع كلهم unspecified او other او كده، لان البني ادم في الاخر الاكسبيرينس بتاعته اللوجيك والراشنال بتاعه موجود جواها هي، مش موجود عندك انت. الخلاصه بتاعت الكلام ده كله ان ياسبرز بدا حاجه اسمها الانكومبريهنسابيلتي، وده راشنال للتفكير عندنا، ده اللي ادانا للامباثيك اندرستاندينج للعيانين. واحنا بنبني ده عن طريق الفينومينولوجيكال سايكوباثولوجي، وفينومينا يعني اكسبيرينس، يعني احنا بناخد السايكوباثولوجي بتاعنا من السبجكتيف اكسبيرينس. شكرا يا نهاد على طول معانا ما شاء الله عليك كده. فاحنا بنبني الاندرستاندينج بتاعنا من الاكسبيرينس اللي هي الفينومينا بتاعت العيان. فعشان كده جات التسميه بتاعت فينومينولوجيكال سايكوباثولوجي، يعني اللي انت تدرس الاكسبيرينس بتاعت العيان بالراشنال بتاعها وتفهمها. شكرا يا دكتور ربيع. قبل ما تاخد يعني في مرحله الاندرستاندينج وبعد كده مرحله الاكسبلانيشن. لو انت عملت اكسبلانيشن قبل الاندرستاندينج فعمرك ما هتفهم العيان. عشان كده الاكسبلانيشن والحاجات، شكرا يعني هات اللي بتقدمها لنا التصنيفات الجاهزه الكلاسيفيكيشنز دي، بتخلي الدكاتره عندهم انتلكشوال ديسابيليتي بصراحه، يعني بتخليه عنده اعاقه مش عارف يفكر، لان هو خلاص الديبريشن عنده كده. وطبعا بقى في دكاتره يعني ساذجه جدا بتالف كتب يقول لك السايكوزيس هو عباره عن الديلوجن هالسينيش، الديبريشن هو عباره عن، يا سلام يا سلام، على اساس احنا ما بنشتغلش وما بنشوفش عيانين بقى. تمام. فدي الخلاصه اللي عايز اطلع بيها، الانكومبريهنسابيلتي او الامباثيك اندرستاندينج او البريبوزيشنليس اللي حطه ياسبرز هو حاجه ايثيكال احنا ما نقدرش نستغنى عنها في شغلنا، وان كان هي عليها اعتراضات كتير ومنها كمان اعتراضات اخلاقيه، مش موضوعنا دلوقتي، مش هتفلسف، بس ده اتيتيود ما ينفعش تستغنى عنه، اللي انت لازم تعمل امباثيك اندرستاندينج للعيان قبل ما تسرع باي اكسبلانيشن، ولازم تستوعب الانكومبريهنسابيلتي. طبعا وياسبرز حطها كعلامه مميزه للسكيزوفرينيا، بس بعد كده في كتب وسعها شويه واعتبرها فلسفه في الحياه. ده الخلاصه اللي انا عايز اوصلها، اللي احنا ازاي نعمل امباثيك اندرستاندينج للعيانين، ازاي يبقى عندنا فورمال اناليسيس، يعني الفورم مش مشكله، يعني الكونتنت مش مشكله، الفورم هو المهم، في ديلوجن، في هالوسينيشن، في مثلا اجريشن، في مش عارف ايه. دي الفكره اللي انا عايز اطلع بيها النهارده. شكرا لك.